هذا الشهر إذا مر علينا شنو اللي ينبغي نعم أن يكون بيننا وبين هالشهر من التفاعل والتأثر؟ أولا هذا الشهر شهر المحرم يرفع لنا دماء الحسين كما تقول الرواية. شو تقول الرواية؟ إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين وهو مخضب بالدم. يقول الإمام نراه نحن وشيعتنا بالبصيرة للبصر فتجري لذلك دموعنا. احنا يلوحنا هالدم الطاهر على البعد اذا اطل علينا هذا الشهر كأننا نشمع من وراء هذا الدم. والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد.